أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعل هذه المجالس خالصة لوجهك الكريم، اللهم اجعلها في ميزان حسناتنا جميعا يوم نلقاك، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. أيها الإخوة الكرام وأيها الأبناء الأعزاء وبناتي الفضليات، ما زال حديثنا موصولا مع سورة النساء، تلك السورة التي نظمت المجتمع الإسلامي تنظيما حكيما، عرفت كل مسلم وكل مسلمة ما يجب على الإنسان نحو خالقه وما يجب على الإنسان نحو نفسه وما يجب على الإنسان نحو أسرته وما يجب على الإنسان نحو والديه وما يجب على الإنسان نحو أولاده وما يجب على الإنسان نحو أمته التي هو فرد من أفراده. ووصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجن وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. هذه الآية الكريمة التي اشتملت على 10 وصايا، آية واحدة من كتاب الله عز وجل اشتملت على 10 وصايا، 10 فضائل أمر الله سبحانه وتعالى باعتناقها. وجاءت هذه الآية بعد حديث طويل عن حقوق اليتامى وعن حقوق النساء وعن ما يجب على الزوج نحو زوجته وما يجب على الزوجة نحو زوجها والمحرمات من النساء. بعد هذا الحديث الطويل عن الأسرة بصفة عامة وعن أحكامها جاءت هذه الآية الكريمة لتنبه ولتقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجن وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. إذن نجد أن القرآن الكريم يبين لنا ما يجب علينا نحو خالقنا وما يجب علينا نحو غيرنا وما يجب علينا وما يجب علينا جميعا. وإذا ما نفذنا هذه الوصايا فإن الله سبحانه وتعالى يفتح علينا بركات من السماء والأرض. آية الكريمة اشتملت على 10 فضائل، اشتملت على كم فضيلة يا اخواننا؟ 10 فضائل.
أما الفضيلة الأولى فتتمثل في قول الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ونحن عندما نقرأ القرآن الكريم نجد أن كل نبي أرسله الله تعالى إلى الناس كانت الكلمة الأولى التي يقولها لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نقرأ القرآن الكريم فنجد قول الله تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ويجمل القرآن الكريم هذا المعنى فيقول: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن هذه هي الوصية الأولى التي جاءت بعد أن تحدثت السورة الكريمة عن حقوق اليتامى، عن حقوق النساء، عن كيفية تقسيم التركة إذا ما لحق المسلم بخالقه، عن حقوق الرجال على النساء وحقوق النساء على الرجال. نجد بعد كل هذه التوجيهات الحكيمة تلك الوصايا، 10 وصايا تبدأ بدعوة الناس جميعا إلى إخلاص العبادة لله عز وجل. لما؟ لأن المسلم والمسلمة إذا ما أخلص كل واحد منهما العبادة لله عز وجل وأدى ما يجب عليه من تكاليف، أدى ما يجب عليه من تكاليف، فالله سبحانه وتعالى سيرزقه الحياة الآمنة المطمئنة وينصره على أعدائه. لأن الخالق عز وجل تعهد ووعد أن يجعل النصر في النهاية للمؤمنين الصادقين متى باشروا الأسباب التي تؤدي إلى النصر، اعتمدوا على الله وأعدوا العدة الدنيوية، العدة العسكرية، العدة الاقتصادية، العدة العلمية، العدة الطبية الهندسية الدينية، بكل مجال من مجالات الحياة. عندما يكون المسلم مستعدا وملتزما بقول الله سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، لن يضيعه الله، لأنه عز وجل هو القائل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إنا لننصر رسلنا أولا، وليس الرسل فقط والذين آمنوا، ثانيا، ثالثا في الحياة الدنيا، ننصرهم في الحياة الدنيا وننصرهم أيضا يوم يقوم الأشهاد، أي يوم إيه؟ يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم يحاسبون على أقوالهم وعلى أعمالهم، كما قال سبحانه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا
حاسبين. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. والإشراك بالله سبحانه وتعالى ينقسم إلى أقسام. الإشراك بالله عز وجل من أقسامه أن يعبد أحد سواه، وده الشرك الأكبر. الشرك الأكبر أن تعبد غير الله سبحانه وتعالى. هناك شرك آخر، هناك شرك آخر هو ما يسميه العلماء بالشرك الأصغر، وهو أن تقول القول وأن تعمل العمل لا تقصد به وجه الله، وإنما تقصد به إيه؟ الافتخار، الشهرة، تقصد به إرضاء الناس ولا تقصد به رضا من؟ رضا الله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذه معنى ولا تشركوا به شيئا، يعني لا تشركوا مع الله سبحانه وتعالى أي لون من ألوان الشرك. لا شرك في العقيدة، ولا شرك في العمل، ولا شرك في القول، ولا شرك في السلوك، ولا شرك في الصلاة، ولا شرك في الزكاة عن طريق الرياء. ولذلك يقول الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون. يراؤون يعني لا يقصدون بصلاتهم وجه الله، وإنما يقصدون بصلاتهم الرياء، التفاخر، التباهي. فهذه هي الوصية الأولى، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ثم تأتي الوصية الثانية، وبالوالدين إحسانا. وبالوالدين إحسانا. والذي يتدبر القرآن الكريم، الذي يتدبر القرآن الكريم يجد أن الأمر بالإحسان إلى الوالدين يأتي عقب الأمر بإخلاص العبادة لله عز وجل، يأتي عقب الأمر بإخلاص العبادة لله عز وجل. في سورة البقرة وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، بعد الأمر بإخلاص العبادة لله يأتي الأمر بالإحسان إلى الوالدين. الآية التي معنا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا في سورة النساء. في سورة الأنعام نجد أيضا قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. نجد في سورة الإسراء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. نجد في سورة العنكبوت، في سورة العنكبوت ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك على أن لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. نجد في سورة لقمان هذا المعنى أيضا وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بإيه؟ بوالديه. فآيات متعددة نجد الأمر بإخلاص العبادة لله، يأتي بعده مباشرة الأمر بإيه؟ بالإحسان إلى الوالدين.
فالآية التي معنا تقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. طيب ربما يسأل واحد منكم ويقول وما السر وما الحكمة في أن الأمر بالإحسان إلى الوالدين يأتي بعد الأمر مباشرة بإخلاص العبادة لمن؟ لله. ما السر في ذلك؟ ما الحكمة في ذلك؟ الحكمة في ذلك أن الخالق عز وجل هو الذي أوجدنا بقدرته. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إذن أوجدنا الله عز وجل بقدرته، لكن طريق هذا الإيجاد من؟ طريق هذا الإيجاد وجدنا هكذا ولا وجدنا عن طريق آبائنا؟ وجدنا عن طريق آبائنا وأمهاتنا. إذن كأن الله سبحانه وتعالى يقول لنا: اجعل شكرك لي أولا، واجعل شكرك لوالديك ثانيا، لأنهما هما السبب المباشر في وجودك في هذه الحياة. ولذلك نجد الآية الكريمة تختتم بقوله تعالى: أن اشكر لي. من منكم اللي حافظ بعض القرآن؟ أن اشكر لي ولوالديك، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. بالآية التي في سورة لقمان: أن اشكر لي، يعني اجعل شكرك أولا لله عز وجل، واجعل شكرك ثانيا للوالدين. لما؟ لأنهما هما الطريق المباشر الذي عن طريقه وجدنا جميعا. أنا أو أنتم وجدنا هكذا ولا فيه آبائنا وأمهاتنا؟ الأم حملت بطفلها 9 أشهر، أليس كذلك؟ 9 أشهر وهي تعاني وتعاني وتعاني، ثم بعد ذلك جئنا جميعا عن طريق أمهاتنا. ونجد القرآن الكريم يبين لنا ذلك في عشرات الآيات القرآنية. الآية الكريمة التي في سورة الآيات الكريمة التي في سورة المؤمنون: الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين في بطن الأم، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة قطعة من الدم، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. هذه مراحل حياة الإنسان من البدء إلى النهاية، إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة، وحمله وفصاله 30 شهر. حملته أمه وهنا على وهن، يعني تعب على تعب. وفصاله في 2 عامين: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فلما نجد بأن الآيات القرآنية تجعل الإحسان إلى الوالدين عقب الأمر بعبادة الله، يبقى هذا الترتيب ترتيب حكيم ولا ليس بحكيم؟ حكيم، لأن ده الحق الثاني. الحق الثاني، الحق الأول
إخلاص العبادة لله عز وجل. الحق الثاني الإحسان إلى الوالدين. الإحسان إلى الوالدين لا يكتفى به طول الحياة، بل يمتد أيضا الإحسان إلى الوالدين بعد وفاتهما، بعد وفاتهما أيضا. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، كان لي أبوان وكنت بارا بهم، يعني كنت أحسن إليهما وأطيع أمرهما وألبي قولهما، كنت بارا بهما، وقد مات، فهل بقي علي من بر أبوي شيء بعد وفاتهما؟ الكلام واضح يا أخوانا؟ هل بقي علي من بر أبوي شيء بعد أن مات؟ بماذا أجابه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال لهذا السائل؟ قال له: نعم، بقي علي الصلاة عليهما والدعاء لهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهم. أدي اللي بقي عليه، بقي عليك الصلاة عليهما، يعني عند موتهما تصلي عليهما مع المصلين، الدعاء لهما بالرحمة والمغفرة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغير، أليس كذلك؟ والدعاء لهما وإكرام صديقهما، لأن صديق أبيك هو صديقك، هو صديقك. سيدنا عبد الله بن عمر رأى أعرابيا أتاه زائرا، فأكرمه سيدنا عبد الله بن عمر وقدم له هدية ثمينة، قدم له هدية، فقال له القائل: يا عبد الله، هذا رجل يكفيه القليل وأنت أعطيته الكثير، فبماذا أجاب سيدنا عبد الله بن عمر؟ قال لمن قال له هذا القول: يا فلان، هذا الأعرابي أنا كنت أراه يتردد كثيرا على أبي عمر بن الخطاب، وإن من البر أن يكرم الإنسان صديق أبيه، من البر أن يكرم الإنسان إيه؟ صديق أبيه. والرسول صلى الله عليه وسلم كان المثل الأعلى في ذلك، ولعلكم قرأتم جميعا أن بعض السيدات كنا يترددن على بيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة السيدة خديجة، فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول للسيدة عائشة ولغيرها: عندما يرى امرأة، هذه المرأة كانت تأتي لزيارة السيدة خديجة، كان يقول لزوجاته: أكرموا هذه المرأة فإنها كانت تزورنا في أيام السيدة خديجة. وفاء، وبالوالدين إحسان. ثم تأتي الفضيلة الثالثة: وبذي القربى. وبذي القربى، يعني كما تكرم أبويك أيضا عليك أن تكرم ذي القربى. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. الوصية الرابعة: واليتامى، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى. وبذي القربى من أحب أن ينسأ له في أجله وأن يبارك له في عمره فليصل إيه؟ فليصل رحمه. ثم قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. إذن
صلة الرحم دليل على قوة الإيمان وعلى طهارة القلب وعلى صفاء النفس وعلى حسن الصلة بالله عز وجل. وعندما قال قائل للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن لي أقارب أصلهم ويقطعوني، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: لئن كان الأمر كما تقول فكأنما تسفهم المل، يعني أنت تحسن وهم يسيئون، فأجرك وثوابك عند الله عز وجل، ولا يزال معك من الله عز وجل نصير عليهم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى، هذه الوصية الرابعة أو الثالثة، واليتامى، وتكلمنا كلاما طويلا عن إيه؟ عن اليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وفي الحلقة القادمة إن شاء الله نكمل حديثنا عن هذه الآية الكريمة وما بعدها. اللهم اجعل هذه المجالس خالصة لوجهك الكريم، اللهم اجعل هذه المجالس خالصة لوجهك الكريم، اللهم اجعل هذه المجالس خالصة لوجهك الكريم، اللهم اجعلها في ميزان حسناتنا جميعا يوم نلقاك، اللهم اجعلها في ميزان حسناتنا جميعا يوم نلقاك، اللهم اجعلها في ميزان حسناتنا جميعا يوم نلقاك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.